خلينا ناخد تعليق من دكتورة فاطمة الشناوي، استشاري الطب النفسي. صباح الخير يا فندم، ويعني يمكن حضرتك سمعتي معانا الأرقام، يعني صباح النور. سمعت سمعت طبعا. هل الأرقام دي صحيحة يا دكتور؟ وإيه أهم الأسباب اللي بتؤدي إلى الانتحار؟ هو الحقيقة أنا ما أقدرش أقول هي صحيحة أو لا طبعا. لا أنا قصدي يعني من واقع حضرتك كشغل حضرتك بتشوفي أرقام زي دي، هل هي واقعية؟ شوفي حضرتك، الانتحار ظاهرة عامة في العالم كله. صحيح. ما فيش بلد ما فيهاش انتحار، بتزيد أو تقل. وهتستغربي إنه البلاد الغنية جدا المستريحة جدا فيها نسبة انتحار وعالية. يعني ما اسكندنافيان كانتريز ما عدا الدنمارك يعني فيها سعادة عالية شوية. صحيح. يعني السويد والنرويج فيها نسبة انتحار عالية شوية. عندهم بلاد مستقرة وغنية وعندهم كل حاجة يعني. ربما لأن ما فيش تحدي. الحياة تحدي يعني. أحب أقول إن هيمنجواي الأديب والصحفي الكبير أنهى حياته بالانتحار، مع إنه كان لامع جدا جدا. صحيح. وكان راجل معروف، ده بسبب الاكتئاب. أما ابتدى يفوق شوية من الاكتئاب ضرب نفسه بالنار. في عالم اسمه دوركايم قال إن الانتحار وراثي، يعني بيمشي في الجينات، بدليل إن بنت هيمنجواي انتحرت وحفيدته انتحرت. لا بس هل ده صحيح يا دكتور؟ نعم. هل ده صحيح؟ يعني هل ده فعلا ممكن يبقى الانتحار بالوراثة بيورث؟ والله ربما. هقول لحضرتك حاجه، احنا ممكن نحمل جينات حاجه اكتئاب، ولو تعرضنا لمشاكل او حاجه ممكن تطفو على السطح، لو ما تعرضناش تعدي. ربما اللي بينتهي ممكن يكون انسان حساس جدا، اكتئاب وتضايق. يعني كلنا قد نمر بمشاكل وكروب في الحياه. صحيح. واحد بيقع والتاني بيقاوم وبيمشي. فربما هؤلاء يعني بنت هيمنجواي وحفيدته تعرضوا بشكل ما. صح. وبعدين كمان في صورة مغلوطة، انه احيانا ممكن حضرتك تشوفي مثلا يعني زي مثلا كتير من الفنانين اللي كانوا كوميديين ايضا وانتحروا، زي روبن ويليامز مثلا في الولايات المتحدة الامريكية، واضحك العالم كله لكنه مات متحق. يعني دايما عندنا صورة مغلوطة، اقصد عن الشخص اللي ممكن يكون مكتئب، مش فاهمين الموضوع. 15% من المكتئبين بينتحروا، 15% من مرضى الاكتئاب بينتحروا. الانتحار في مصر ممكن يكون له اسباب، الحاله الاقتصاديه، شويه مشاكل، الخلافات الزوجيه. يعني في ناس كتير بيتكتب مراته سابته وما رضيتش ترجع. دكتوره موت نفسه. صحيح. دكتوره فاطمه، على نصيحه من حضرتك للناس اللي بتمر بحاله نفسيه سيئه. شوفي، هو بيتوقف على الإنسان مدى قوة نفسيته، النفسية القوية بتاعته. هل هو بيتحمل مشاكل؟ كلنا لقد خلقنا الإنسان، القرآن بيقول، القرآن الكريم، لقد خلقنا الإنسان في كبد. صحيح. لازم في كبد في حياة كل منا. مفيش حد حياته بتمر وردية وجميلة على طول. صحيح. إذا أهلنا أولادنا من بدري ان احنا هيمر مشاكل، ما نلبيش كل الطلبات، ان في ضروري عثرات وفي مشاكل في الحياه، نأهله لده ونديله ثقه في نفسه، هيبتدي يواجه الحياه بشكل اقوى. صحيح. وما يقعش، واخد بالك؟ ونعالج العيانين بتوعنا. يعني ما حد يجي له اكتئاب او حد، يعني هو في فرق كمان احب اقوله بين الحزن والاكتئاب. الحزن دكتوره بس معلش انا اسف واسمحي لي يعني برضو. نعم. معلش اسمحي لي لحظه، احنا يعني هو مريض الاكتئاب ما بيبقاش ما بي يعني مش ده الكلام اللي بيوجه له وبيبقى فاهمه. يعني انا اقصد انه النصيحه اعتقد انه لازم الناس تروح تشوف المتخصصين، لانه مريض الاكتئاب ما بيستجيبش اصلا للنصح بشكل عادي. ما انا يعني عايزه اقول لحضرتك، يعني انا لسه مفيش بقول كلام، في فرق. في فرق بين الحزن والاكتئاب. بالزبط. يعني دلوقتي الناس قبل واحد ده يقول لك انا مكتئب، لا انت مش مكتئب، انت متضايق بظروف ما، انت بتمر بفتره معينه وهتعدي. اهو ده عادي. ممكن كلنا تقعد مع صديق، مع اخ، مع بتاع تتحسس. الاكتئاب مرض جسيم، مرض كبير، لازم الناس تروح تتعالج منه. صحيح. لكن يعني المكتئب ده خلاص ما بيروحش الشغل، علاقاته الاجتماعيه ضعيفه جدا جدا او انتهت،
بينعزل عن الحياه، بيفقد الحاجات اللي كان بتحب يحبها، يعني ما بقاش حقيقي. حاجه بتبسطه. احنا بنشكر حضرتك. يدخل في مرحله جامده، لكن ما فيش واحد يقابلني يقول لي والله ده انا مكتئب النهارده، مكتئب يعني كلام صحيح. ده مرحله اخيره اعتقد في الحزن. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتوره فاطمه الشناوي استشاري الطب النفسي. ونحاول زي ما الدكتور قالت، كلنا بنعدي باوقات صعبه، وكلنا عندنا مشاكل، كلنا عندنا احزان، نحاول نطلع منها بشكل او باخر، نشوف حاجه كويسه بتبسطنا، نشوف حد بنحبه نقرب نتكلم معاه، نشوف حاجه حلوه زي حلاوه المولد مثلا ونقعد ناكلها نخلصها كلها ونتخن. انتوا عارفين الاكتئاب بيروح طبعا طبعا، يعني انتوا عارفين يا جماعه علبه حلاوه المولد دي والسنان تقع، يعني حاجات مشاكل كتير بتحصل، بس بنتبسط، اهم حاجه ان احنا نتبسط.